هنرجع بقى شوية لورا. انت بدايتك يعني كلمني عن بدايتك في الكورة بشكل عام. مين اكتشف ان انت لازم تكون لعيب كورة، او حد قالك انت لازم تروح دلوقتي تعمل اختبارات هتبقى لعيب كورة؟ بصي، انا من قريه ريفيه في محافظه كفر الشيخ، مركز اللين، من قريه بسيطه، قريه نشرت. كنت بلعب في الشارع عادي، ما يعني ما فيش حد، يعني ما فيش حد كان مسؤول عني، لان والدي متوفي من قبل ما اتولد. ففكره الكوره بلعبها هوايه، مش بغرض الاحتراف، لكن بحب الكوره من صغري جدا يعني. حد شافني في الشارع كده فتبناني، تبنى الفكره، اسمه عم نجاح، عم نجاح الفيومي، ده اللي تبنى الفكره. والله اه يعني انت والله كنت بتلعب في الشارع الشارع. بالصدفة وحد شافك. هو الراجل ده اللي تبنى الفكره وكان مقتنع بيها جدا. هو راجل بسيط بس كان شاغل نفسه بيا قوي، وكان بياخدني يعمل بي يعني ياخدني من القريه دي لاماكن مختلفه ان انا اعمل فيها اختبارات. ومن الاماكن اللي انا عملت فيها اختبارات واتقابلت فيها كان نادي الزمالك من اول اختبار، لان هو بيحب الزمالك جدا عم نجاح. فاخدني عملت اختبارات، وبعد ما قبلت في الاختبارات حسيت ان انا برضو، انت عارفه، طفل صغير جاي من قريه ورايح مدينه، فالاجواء مختلفه عليه، فما استحملتش الاجواء دي فكملت. كان عندك كم سنة؟ كنت لسه صغير، كنت لسه في اولى ثانوي، كنت لسه في اولى ثانوي. طب كنت حابب فكرة لعيب الكورة ولا برضو ما كانش في دماغك أصلا؟ لا، انا من وانا طفل، من وانا عندي 9 سنين لعبت مدرسه كوره في مركز شباب اللين، وانا من صغري حاطط هدف قدامي، انا هبقى لعيب كوره حتى لو جاي من تحت الارض بقى. لان انت خلي بالك، جو المدينه غير الكوره والارياف خالص، الموضوع مختلف والموضوع صعب جدا. انت تيجي من تحت لفوق بيبقى موضوع صعب جدا، فهي رحله طويله جدا، رحله كان فيها كفاح واصرار وعزيمه كبيره جدا عشان اوصل لدوري ممتاز. وانا لعبت دوري ممتاز، انا بقالي 12 او 13 موسم دوري ممتاز، انا لعبت دوري ممتاز كمان متاخر، فعارف قيمه يعني ايه انا دلوقتي متواجد في دوري ممتاز. فبقاتل بكل الطرق ان انا احافظ على استمراريتي ووجودي. فالموضوع ما كانش سهل يعني، لكن كان حلمي وطموحي من صغري انا مش هطلع حاجه غير ان انا ابقى لعيب كوره. في حاجات تانية جنب الكوره، للظروف الماديه او للظروف اللي اهلي كانوا بيمروا بيها، فكان طبيعي ان انا اشتغل وامر بتجارب كتيره جدا، لكن هدفي الوحيد اللي ماشي معايا من صغري لحد النهارده كان هو كره القدم. والحمد لله كملت يعني. ومن المواقف الطريفه يعني ان انا جيت هنا المقاولين العرب وقبلت في الاختبارات، وقالوا لي هنوفر لك كل حاجه بحيث ان انت تبقى موجود، لكن برضو انا ما كان لسه برضو كنت محتاج تجارب اكتر وخبرات اكتر واحتك اكتر عشان اقدر اسيب اسرتي واسيب المكان اللي انا اتولدت فيه عشان اجي هنا في جو اجواء تانية مختلفه خالص. كنت بطلع، انت طبعا وانتوا طالعين من البوابه الرئيسيه انت طالع جبل، فكنت بطلع الجبل ده يعني ماشي على رجلي، فالموضوع كان صعب جدا. فحسيت ان في يوم من الايام لازم اجي النادي ده، او ان شاء الله ابقى لعيب في نادي المقاولين العرب، وبدل ما بطلع على رجلي ان انا ان شاء الله اكون بطلع بعربيتي في المسافه دي كلها. وكل يوم بدخل من بوابه النادي ده بفتكر الموقف ده فبحمد ربنا طبعا يعني. يعني انت كان يعني المفروض ان انت تكون موجود في المقاولين وانت في ثالثه ثانوي، وانا في الناشئ وانا صغير، وما رحتش. ظروفي الماديه ما سمحتش ان انا ابقى متواجد هنا، لان زي ما بقول لك انا كنت ولد وحيد على 3 بنات. انك تروح، طب ما هم عرضوا عليك انك تقعد هنا. المشكله ان انا اللي بصرف على الاسره، انا بشتغل من وانا عندي 5 سنين، وده موضوع يعني مش ناس كتير تعرفه، لكن اهلي او الناس القريبين مني عارفين ده كويس. انا اشتغلت من وانا عندي 5 سنين، كنت بشتغل عشان اقدر اوفر احتياجاتي واحتياجات اخواتي. زي ما بقول لك انا ولد وحيد على 3 بنات، فالموضوع ومفيش حد يعول الاسره، ووالدتي برضو طبعا هي لوحدها كانت شايله الحمل لوحدها، فالموضوع كان صعب عليها جدا، فكان لازم اساعد معاها يعني. ففي ظروف ماديه او ظروف قدريه حالت بين ان انا اكون موجود في الفتره دي، لكن مع الوقت ومع الاصرار ومع الشغل الحمد لله تواجدت في المكان ده، ورحت اماكن تانية واحترفت في بلجيكا، فالحمد لله الواحد حقق التارجت اللي كان عايزه من صغري يعني.